تنطلق غدا الاثنين الموافق 26/3/2018 انتخابات رئاسة الجمهورية، وتستمر لمدة 3 أيام، وتبدأ العملية الانتخابية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 ليلا. ويتنافس في كل فيها الانتخابات الرئاسة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. وإن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في محافظة أسيوط قد اتخذت كافة الاستعدادات، وتم تجهيز اللجان وتزويدها بالحبر الفسفوري وصناديق الاقتراع. ومن ناحية أخرى قد اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم الانتخاب وتوفير المناخ الأمني للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. وبنحس جميع المواطنين التوجه إلى صناديق الاقتراح لإبداء رأيه في أي من المرشحين، وده حق دستوري ومكفول للجميع.